تعتبر تنور الجلد من أفضل القطع التي يمكنك اختيارها في جميع المناسبات. لنتابع مع بعض نصائح مهمة لتنسيق التنورة الجلد سواء في العمل أو حتى السهرات. لا تترددي في التأنق بها خلال النهار واعتمديها مع قميص خفيف باللون الأبيض وحذاء أسود، وضيفي أكسسوارات مثل النظارات. أما إن كنت تعتمدي التنورة الجلد في الصباح للعمل، فأنصحك باختيار بليزر بأي لون تفضلينه مع حزام لإضافة لمسة أنيقة. أما إن كنت تعتمدي التنورة الجلد في طلعاتك المسائية، فيمكنك تنسيقها مع تيشيرت قطنية بأي لون وقصة تفضلين. كما يمكنك إضافة معطف طويل وقبعة لطلة أنيقة وعصرية. اختاري لفة الحجاب حسب إطلالتك بالتنورة الجلد، فإن كنت تودين اختيارها في السهرة، لا تترددي من ارتدائها مع تربان أو لفة رسمية، واعتمدي حذاء بكعب عالي. أما في حال اختيارك للتنورة الجلد القصيرة، نسقي معها البوت الطويل الذي يصل للركبة كي تكون مناسبة لمظهرك بالحجاب، وأيضا لضمان الحصول على إطلالة محتشمة وأنيقة. وهكذا أميراتي، نصل لنهاية الحلقة، وأتمنى أن تكون هذه النصائح مفيدة. ولا تنسوا دعمنا بلايك للفيديو وأيضا الاشتراك بالقناة.